أعلنت مدينة هيوستن الأمريكية رفع حظر التجوال عن أغلب مناطق المدينة بعد انتهاء الإعصار هارفي وما صاحبه من سيول. وأشارت تقارير أمريكية إلى أن عشرات الآلاف من سكان جنوب الولايات المتحدة الذين لجأوا إلى مراكز استقبال طارئة لا تزال عودتهم إلى منازلهم غير واردة. وكان مدير الميزانية بالبيت الأبيض قال في وقت سابق إن الرئيس ترامب طلب من الكونغرس 8 مليارات دولار كمبلغ مبدئي لجهود إزالة آثار هارفي.